هلو حبايبي كرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كيشتم حبايبي. مثل ما انتم شايفين نازل اليوم عندنا معلم حدث باللوز يا اساطير، بس ولكن معلم تقبل كل شيء هون مثل كل مره. حبايبنا لا تنسوا صلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام حبايبنا، ولا تنسنا لا تنسانا لا 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 ايه ايه حط لنا كات الشيرات معلم، بس بنفعل الدرجات فعل الدرجات حبيبي والله. اوكي حبايبنا، انا يا شباب عندنا هون بدل المتجر في عندنا حزبة الشينوبي هاي معلم، زائد هاي الحزبة البرنت تبعت الشينوبي، يعني معلم شايف معلم شكل الشينوبي معلم حبيبي والله. عن هون التاجر تبعيته يعني مع السكين. اوكي حبيبنا كل لفة بمية جوهرة، اللفة معلم عطونا هون لفة عليها خصم اول لفة، يعني اكيد معلم نضرب معلم حبيبي والله نشوف حظنا معلم. اوكي هون على اليمين يمكن احصل على المخيفات بعد 10 مرات لفات اكثر واحد من ثلاثة. اوكي اوكي يعني بعد 10 مرات يمكن بتحصل على، يعني اكيد بتاخذ ال، نحاول نحصل اكيد رح ناخذ ثلج معلم، اكيد رح ناخذ ثلج معلم. وات لا 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 هيك كثير شباب، هيك كثير يا جماعه، انا مش مصدق معلم. يعني شباب في في في, في شيء غريب بوقع بيصير الموضوع. شباب شباب هاي واخيرا شباب حلمي تحقق، انه يعجب سكن من 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 اول كم من يعني 200 جوره 200 جوره يا جماعه 200 جوره حلمي تحقق حبايبي. فهذه اللحظه الاسطوريه شباب، حلمي تحقق وجاني السكن، يعني من اول دائما بقول شباب يعني 200 جوره اسكن قولي، يعني والله شباب ما بعرف بدي معلم صراحة يا معلم، يعني حلمي تحقق بفري فاير. خلاص شباب حلمي تحقق معلم بعد سنوات عديدة وما اعرف شو معلم بالحرق وما حرق وهيك اول يا اخي. لا لا والله يا شباب، يعني انا مثل يعني بكثير من مصدوم شباب، يعني عن جد يعني ما اعرف شو بدخلكم، ما اعرف يا جماعة ما اعرف يا جماعة شو بدخلكم يا جماعة. حزبة الشنوب المشتهى المعلم طلعت ليها دايم يا اخي يا اخي، والله يا شباب ما اعرف شو بدخلكم يعني. واخيرا واخي حلمي خلاص شباب، خلاص خلاص حتى العنوان راح يكون هيك معلم. اوكي خلينا نعمل تاكيد لنشوف. هلو تمام تاكيد هون يا شباب، يا بنفس الوقت بناخذ الثلج. يا السلام عليك، اكيد احصل على الثلج معلم. تتم رسائل مكافات مباشره خاصه خاصه بك. اوكي اوكي شباب اوكي حبايبي، طبعا شباب والله بتمنى جبنا لازم نجيب يمكن الحقيبه ما عندي اياها تمام، بس والله الشباب انا بالنسبه لي معلم يعني خلاص يعني شو اوه يا اخي والله شوف شوف الجوار معلم 1-0-0-0-0-0 راح نكسرها معلم. اوكي شباب نحاول نحصل على السكين البنت كمان، يعني ما معقول معلم في سكين بنت باللوس ما نجيبه كمان، نشوف حظنا معلم. هي صار صرفنا معلم، هات لنشوف. اوكي مره ثانيه لا 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 يا شباب شو عم بيصير؟ أنت تملك هذا العنصر الفعلي إذا قمت بالشراء. وات يا جماعة يا جماعة يا جماعة لا 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 لا, لا شباب شباب في شيء في شيء مو طبيعي عم بيصير هون يا حبايبي، في شيء مو طبيعي عم بيصير هون يا شباب، يعني أنا مصدوم يعني يعني ما بعرف شو دخلكم. فرح نشوف حظنا الثاني معلم، معقول يطلع مرة ثانية ولا شلون؟ قول لي أوه حزبة الشينوبي يا سلام عليك. يعني شباب هذا الحدث كم كم كان معي؟ كم كان معي شباب؟ كم كم يعني انا شباب انا مصدوم، انا بكل معنى الكلمه يا شباب مصدوم. يعني اوه نزل سكنات جديده هون الماجيك كيوب، هون حبايبنا نزلوا السكنات تبع الماجيك كيوب. طيب شباب الماجيك كيوب شباب دائما بينزلوا السكنات تبع الدايموند دائما دائما بينزلوا، يعني فهمتوا علي كيف؟ نزل هذول ادب عايش بشي بعلم سكين قديم شوي حبيبي والله. المهم شباب نرجع على الويبون، نرجع نشوف الثلج شباب. والله يا جماعة أنا يعني والله يعني ما أعرف شو دخلكم يعني. أوه والله بلوز دام برو دام حلو. شوف السكين أول شيء جرب السكين البنت شباب على السريع. جرب السكين البنت حبايبي، بس والله أنا يا جماعة أنا ما بعرف أنا الصراحة ما أعرف شو دخلكم شباب. أنا يا جماعة أنا ما أعرف شو بدي أقول لكم يا إخوان. قول لي يا أخي هذا السكين معلم بذكرني بيشبه له بشيء فاير باس نزل مرة شباب، يشبه له كثير هذا السكين، يعني يشبه له شوي هيك. يا سلام عليك والله صراحه شباب سكين باللوز الاثنين حلوين. اوكي ندخل نجرب هذا السكين معلم البنت.
حسنا نشوف شكله معلم باللعب. بس والله يا جماعة أنا مصدوم الجماعة. يا جماعة أنا مصدوم كده ما مصدوم شباب أنا يعني خلاص يعني شلون هيك من يعني يعني ثلاث أربع لفات شباب جبت السكين ولا كيف والله ما أعرف يا أخوي. بس ولكن شباب زغب ضرب طلبت واحدة تتين بعد التصوير حنشوف شباب. أوكي حبايبنا هذا السكين البنت ماش بشي معلم شعرها طويلات باللوز صح والله ماش بشي السكين البنت كمان يعني والله يعني باللوز يعني تقييمي خلينا نقول يعني 7/10 يعني شيء مرتب حلو 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 يا اخي والله يا جماعه انا ما اعرف في شيء مو طبيعي انا لحد الان ما يا اخي يا شباب انا مصدوم يا اخي. اوكي خلينا نفتح السكين الثاني شباب تبع الشباب نشوف وضعه معلم. طبعا هذا السكين شباب مرة كان من زمان كان نازل بسيرفر ثاني وقتها كنت على البث المباشر ويعني وكان يعني وحصلت هذا السكين يعني نفس الوقت شباب بسيرفر ثاني كنا بنعمل تسريبات. anyway معلم هذا هو السكين شباب. اوكي يا اخي والله معلم هذا القناع على اليمين معلم يعني حبيبي والله عجب. معقول شباب هذا السكين فيه افكت او شيء؟ صراحه ما انتبهت. خلينا نشوف معلم نبربر شوي الناس معلم هذا السكين. اوكي بس ولكن اليوم انا مصدوم انا يا جماعه انا شباب انا لاول مره شاب بحس يعني مثل العلوين معلم بكتبوا بالتعليقات جبت السكين اول مره يعني شباب الاحساس يعني عن جد احساس اسطوري يا جماعه يعني عن جد خلص انا 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 كان شغال شباب حلمي معلم على حلم الملا يعني شباب والله ما اعرف شو بدي اقول يعني من اول لفه ثاني لفه شباب يا جماعه انا مصدوم يا اخي. قول لي هذا شوف السكين معلم وين خربان الوضع وين طوش فيوني شباب وين. اسمعوا شباب انا اليوم معلم مبسوط اليوم انا مبسوط شباب اليوم انا مبسوط يا جماعه طب لاولا اوه الثلج يصير الثلج باللوز يا زبعديك يا زلمة بربرتني يا زلمة بربرني معلم تعالوا تعالوا شوف الثلج يا جماعة شوف الثلج بنفس الوقت يا سوال وال والله نار والله نار الثلج معلم نار معلم والله باللوز والله الثلج اوه يا اخي والله شايف الثلج كبيرة ولو تاخذ الشاشة كلها ولا شو غريب عجيب يا سلام يا اخي يا اخي شنو المعلم حسسني تبع بيت العين تبع عين تبع العين تبع الشارينج المعلم تبع ناروتو تبع ساسكي والله اوه باللوز والله حلو شوف المعلم كمل لا والله شباب الصراحه السكين حلو كمان ويه ورط على الماشي معلم تطلع على الماشي ابلع ايه ما بدي تغلطغات سلامي قتلوني قتلوني اوكي اطلع معلم صراحه شباب يعني انا صراحه انا يعني بدي ارجع لورا شوف كم تصرفت كم على الجوار يا اساطير. اوكي حبايبي الكرام الله يسعد لي اياكم هي بكون تمام مقطعنا اليوم يا حبايبي والله الصراحه اليوم انا شباب يعني اليوم يوم يوم يومي معلم اليوم يومي شباب اليوم يومي واخيرا حلمي تحقق بفري فاير هذا راح يكون العنوان. الله يسعد لي اياكم تسلم اللايكات والشيرات والبرتاجات على حبايبي وبشوفكم على خير ملتقي ان شاء الله بالمسويات باللايف ستريم حبايبي رابط بس بسوس تحت بالوصف حبايبنا اكتبوا لنا بالتعليقات شباب شو تحبوا تكون النوع من الاكواد اللي راح تكون الجاي اكتبوا لنا بالتعليقات شباب شو تحبوا يكونوا اوكي لحد مش عشان يصلنا اول ما يصلنا شباب دفعه الاكواد الجاي ونسالكم اياها شباب مثل كل مره على البث المباشر على الفيسبوك اوكي فيسبوك حبايبنا بشوفكم على خير اكتبوا لنا بالتعليقات انا مظلوم يا اخي.